كوكو لي في، وش راكم؟ ان شاء الله تكونوا قاعدتك بخير. اليوم جبت لكم وصفه يسموها محبوبه الجماهير، اللي هي بريوش. فوالا، من الاخر كيما يقولوا. الوصفه تاع هاد البريوش بزاف سهله وبزاف بنينه، وراح تدعوا لي عليها. الوغ اذا حبيتوا الطريقه اروحوا معايا نوري لكم كل شيء. المكونات اللي نحتاجوهم للبريوش تاعنا هي: اول شيء عندنا 500 غرام دو فارين، عندي 100 غرام تاع السكر، مغرف تاع الاكل تاع لاليفير بونونجير، عندي مغرف تاع الاكل تاع الحليب اون بودغ، عندي مغرف صغيره تاع القهوه لي سخيت فاني، ومغرف صغيره تاع القهوه تاع الخميرة الكيماوية، عندي 100 غرام تاع الزبدة، عندي 200 مليلتر تاع الحليب يكون دافي، عندي دي مورسو تاع الشوكولا هكذا شوكولا نواغ، عندي حبة بيض، وبيان سيغ أنا خيرت اللوز إيفيلي راح نديرو مع الأخير، وهذا يضل إختياري. هادو هما كاع المكونات، أروحوا معايا نوريلكم الطريقة. فوالا البنات، اول شيء راح نستعمل اليوم البيطران ديالي باش تكون طريقه اسرع. نحط فيه الفارينه تاعنا ونزيد كاع يعني تمام الحليب اون بودغ نحطو، نزيد نحط السكر، ومن بعد نحط المغرف اللي قلت لكم تاع لا ليفور شيميك. فوالا هكذا نديهم دوكا نخلطهم بيان سور في البيطران تاعنا. نضيف الحليب تاعنا، ونزيد نضيف معاه الخميرة تاعنا، بيان سور الخميرة تاعنا. نزيد نحط الزيت تاعنا، نزيد نحط ليكس خيط فاني، بعد ما عجننا العجين تاعنا شوفوا كيفاش صار هكذا، نزيد نضيف الزبده ديالي. هات من الاخر نحطوا الزبده تاعنا ونعجنهم هكذاك مدة 5 دقائق كيف فوالا البنات، العجين تاعنا صار جاهز دوكا. واش نديرو؟ ناخدو عنبولة هكذا نحطو فيه الزيت، نحط شوية في يدي هكذا، ناخد العجين تاعنا ونحطو لداخل هكذا. فوالا فوالا الحباب، هذا هو العجين تاعنا ما شاء الله، يعني ما عندي ما نقولكم. نغطو دوكا، لا طبي نحطو بابي سلوفان هكذا، ونزيد نحط طوغشون هكذا بخوبخ، ونحطوها في مكان دافي. يعني نتا دو بريفيرونس الحاجة المخيرة كاع تشعلو الفوغ تاعكم شوية هكذا وتطفوه، تخلوه دافي خصوصا في الشتا، وتخلوه مدة ساعة ونرجع ليكم. فوالا البنات، هاي لاباط تاعنا. فوالا شوفوا، هايليك نحيها نحطها في البلان طرافاي تاعي. تقدروا ديروا الفارينه، تقدروا تستغناو عليها.
فوالا البنات نقطعوا العجين تاعنا، نديرو على 110. فوالا 110 غرام، نخليهم هكذا ونحطهم هكذا، نحطهم اباغ لو طون نكملهم، يزيدو نكملهم كاع يزيدو يرتاحوا شويه. ماما هكذا قاعيتك يكونوا 110، ديروا 110 نكملهم قاعيتك ونرجع لكم. البنات 500 غرام تاع لافارين خرجت لي 8 تاع لي بولات على 110 غرام، فوالا كل بول، وقعدت لي وحده فيها 85 غرام 85 غرام. وتكونوا شعلتوا الفرن تاعكم من فوق من تحت على درجه 180. فوالا هذه هي، شوفوا واش راح نديروا بعد. نحكموا البول تاعنا هكذا، نفتحها بهالطريقه ونحط الشوكولا تاعنا لداخل، ونزيد لها شويه هكذا، نقطع شويه زبده ونديرها لداخل هك. فوالا وتغلقوهم هكذا، تبدوها من تغلقوها هكذا، زيروا عليها مليحه، زيروا عليها مليحه هكذا باش ما تنفتح. شوفوا ما شاء الله كيفاش العجين تاعنا راه يتنفخ هكذا. بعد تحكموا تبداو ديروا هكذا. ايوا هذه هي هاك فوالا، وتحطوها هنا. زيد نعاود معكم وحده، تفتحوا العجين تاعكم هكذا، تحطوا الشوكولا تاعكم داخل، زيدوا لها شويه تاع الزبده هكذا. شوفوا ما شاء الله، نروح ونولي ونقول لكم شوفوا العجين تاعنا كيفاش طري كيفاش هايل. يعني تاع البريوش عنده طريقه واحده ويزملوا الزبده، ما نقدروش نستغناو على الزبده فيه، اللي يحب البنه يعني تا اكيد. يعني تا في كتير يقول لك زعما سيو التجربه بالزيت، سيو التجربه، صح كل شيء والاصل تاعو. فوالا شوفوا هذه هي، لا غير نزيد معكم وحده، هيا نزيد معكم وحده هكذا، يسمى بالعربي احلات لي. نزيد لها شويه تاع الزبده هكذا، فوالا نزيد شويه تاع الشوكولا، فوالا هكذا. واش درت؟ سخنت شويه حليب هنا هكذا، ندير له شويه تاع نسكافيه، هكذا ونحطو مع صفار البيض تاعنا اللي درتهم باش يعطي لون شباب. فوالا البنات كيما قلت لكم، هذاك جون دوف زدت له شويه حليب مع شويه نسكافيه باش عطاني هاد اللون. ومن بعد واش ندير؟ انا بيان سور خليتهم يريحوا مليح، زين نطبزهم هكذا شويه برك هكذا منفخين. الله الله شوفوا فوالا. ومن بعد ديروا هكذا من الفوق، وندير اللوز تاعنا هكذا من الفوق بهالطريقة هكا.
فوالا البنات، ها الخليط تاعنا اللي قلت لكم عليه تاع جون دوف وشويه حليب دافي هكذا، ودرت له شويه تاع نسكافيه، نديرهم هكذا من الفوق هكذا، ندير لكم هاد الزوج الاولين هكذا، فوالا. ومن بعد ناخذ اللوز ايفيلي هكذا، وتقدروا ديروا كيما قلت لكم كيما تحبوا، يعني انت تقدروا تعوضوه بجنجلان ولا تحبوا ما ديروش كاع، يعني هذا التزيين يظل اختياري. فوالا نكملهم كاع ونرجع لكم. فوالا البنات، لو كان حطهم يطيبوا مدة 15 دقيقة. فوالا البنات، شوفوا بريوش تاعنا ويطيب، شوفوا كيفاش دوبلا، بسم الله ما شاء الله. نرجع لكم بعدين. فوالا البنات، البريوش تاعنا صار جاهز، دوك نحيهم. فوالا البنات، هذا وين كملت، خرجت طيبت ربعة بربعة، هادوما الربعة الاخرين خرجتهم دوكا، وهادوما الربعة الاولين نقدر نوري لكم. شوفوا ما شاء الله، نخليه يبرد مليح ونرجع لكم بعدين طريقة التقديم تأكيد والتذوق. شوفوا هذه الحبيبة الصغيرة اللي قلت لكم عليها وما جاوني 8، هذه الحبيبة الصغيرة تاع تيمو، شوفوا الشوكولا كيفاش يجي خارج ان شاء الله. شوفوا انت، شوفوا ما من تحت كيفاش طاب انت، ما شاء الله. جربوا هذه الوصفة وما تندموا. شوفوا فوالا البنات، البريوش تاعنا صار جاهز، شوفوا فوالا. درت معاه بيان سو قهوة حليب، اروحوا معايا دوكا نتذوقوه. غو اني عاود وليت ليكم بعد ما شفتوا الطريقه اللي درت بها البريوش تاعنا، اروحوا معايا نشوفوه. فوالا نحكموا هنا، شوفوا بسم الله ما شاء الله، يعني ده ما عندي ما نقول لكم. الوغ اذا عجبتكم الوصفه والطريقه، اعملوا لي جيم وشاركوني في قناتي مع فازو دايما جديد. فوالا البنات، شوفوا هذا هو البريوش تاعنا، يعني جربوه وما تندموش، واكدوا لي على شويه تاع الزبده هذيك اللي حطيتها مع شوكولا. ديليس